ليش ما اقدر اركبها؟ الو يب راح يدوسها يا اخي انتم عظماء. والغابه السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم قناه العاب خوف فشاريه هو راكي جيمر. اهلا بكم بالحلقه رقم 12 من لعبه انسايد. اوكي طبعا هاي الحلقه الثالثه على التوالي، اللي يعني شلون اوقف تسجيل وابدا تسجيل ثاني، بس يا اخي عندي فضول اعرف شنو اللي حيصير. اوكي 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 يابا يابا يقول لي انطيني اياها وهنا احنا اللي حنشغلها. ما ادري شلون يب راح يدوسها. يا اخي انتم عظماء. وعي قل لي يقل لا 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 يب تحركت نايس. اوكي هل هذول الاشخاص عقلاء ام ليش ما اقدر اركضها؟ الو اح فخ فخ لا تقل ما اقدر اتحرك بالماي. وات اوكي هارج قبضوا علي قبضوا علي الوسخين. اوكي دايم اقدر افكك بالمكان نايس. يب جاي يفكك بالمكان بس شو الفايده؟ جاي يدور على نقطة ضعف بالغرفة هاي احتمال؟ وات؟ اوه نايس نايس اساس اقدر اطلع على اساس هم حبسوني يعني العلماء الاشرار. دام الوضع عجيب كلش ما اقدر اصيد سمك والله إذا وقفت السمك. قبل يعني بأول حلقة راح اكتشفتهم بيها. أوكي كانوا يدورون داير ما دايري وكأنه ما يحبوني خلينا نقول، بس هس يخافون من عندي. أوكي طقيت بالمايك ان شاء الله الصوت يمشي يعني. اوكي 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 اوه هجوم. اعتقد هذا النهاية، لا اعتقد يعني هاي اخر المختبر لان كل شيء خشب. نايس اوه الغابة اوه اه بعدني عايش اليوم. لا مشيت. وات ما اقدر اتحرك. ما اقدر اتحرك. وات الشاشة جاي تبتعد يعني بهاي الحالة انا يعني حظيت بحريتي خلينا نقول. وات اوه ما ادري تلخبطت هسه انا ما ادري ايش السالفة شنو هاللعبة شنو نهايتها ما يمتى انتهت اللعبة يعني هسه انتهت اللعبة. وات ها بس هذا الكائن او انا ما جاي اتحرك ها
والله عاشت يدهم على اللعبة، لعبة خنفشارية. اوكي شباب، وصلنا لنهاية هاي السلسلة الخنفشارية. طبعا ما حاجة اقول لكم شنو تقييمها، تقييمها 1,000,000/10، 10/10، تعتبر تحفة فنية. اوكي، من كل النواحي، يعني من ناحية الفكرة، من ناحية العالم، من ناحية الموسيقى، من ناحية الشخصيات، غير الشخصيات بس، من ناحية يعني الأشخاص الموجودين، من ناحية الغموض، من ناحية شيني الارت ستايل. اوكي نايس، اللعبة خنفشارية. يعني انا بس كنت اريد اوصل للبحر، او خلينا نقول انا بس كنت اريد احرر هذا الكائن اللي كان يتعذب داخل هذا المختبر، يقدرون يقولون هيك. ياب ياب، هاي النهاية انسايد. لو تلاحظون ماكو وايد اشخاص يعني اشتغلوا على هاي اللعبة ورجعت مرة ثانية. اوكي ياب، هاي بداية اللعبة. شوفوا حركة الشخصية تلقائية كلش وطبيعية كلش، يعني حركة سلسة كلش وممتازة وطبيعية. المهم خلنا نعطي نظرية على هاي الحركة اللي هسه صارت، اللي هي خلصت اللعبة منا وبدت من جديد منا. اللي اعتقده انه انا شخص مختلف عن التختيمة الاولى. مختلف بشنو حسن؟ مختلف حيث انه بالتختيمة الاولى انا شخص رقم 1 خلينا نقول، وهسه انا موجود رقم 2. الرقم 1 راح وحاول يحرر الكائن هذا بس ما قدر، طاح بصف البحر اللي هو النجاة خلينا نقول، بس ما قدر ينجو من المختبر. رجعوا خذوه ورجعوه دخلوه بالمختبر واجروا عليه الابحاث. وهسه اجى شخص ثاني، اوكي، بقصة ثانية، اجى يحاول يسوي نفس الشيء اللي هو ينقذ هذا الكائن المسكين. اوكي عجيب اللعبة، ان شاء الله الصوت واضح، يعني انطقيت بالمايك قبل شوي. اوكي اذا تريدون هيك نوع من الالعاب تلقونها ليتل نايت مير 1، ليتل نايت مير 2، ليتل والله بعد شني ليمبو، اكو بعد كم لعبة اعتقد. اوكي شوفوا هذول الاشخاص، هذول الاشخاص سود اللي داخل الشاحن لابسين اسود. ياب ياب ياب، الاشخاص المغسولين الدماغ ياب. ف ياب، ما ادري اذا عندكم نظريات. طبعا انا ادور على نظريات، ادور يعني شلون قصدي اشوف مقاطع باليوتيوب، واذا شفت نظريات ممتازه لخلي المقاطع مالتها باللسته مالت اللعبه هاي. اوكي لان يعني كل لعبه موجوده بالقناه جاي ابثها، جاي انشرها، لها قائمه، القائمه هاي بيها اللعبه كلها السلسله كامله، واخر شيء بعد نهايه اللعبه اكو مقاطع اضافيه، مقاطع موسيقى مثلا اللعبه حلوه، او مقاطع الغاز او شرح او اي شيء يخص اللعبه ممكن يفيدكم، لخلي بالش اسمه لخلي بالاستماع اللعبة. اوكي ان شاء الله ان شاء الله باكر تكون لعبة كوب هيد اللي راح تعذب بيها. اوكي صديقنا كيو 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 دبليو 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 نصحني بيها، اللعبة خنفشارية وحلوة بس راح اتعب بيها يعني، وانا شلون احتاج تعب بنص الامتحانات راح العب لكم راح العب لكم كوب هيد بعد شي تريدون. المهم متحمس للعبة، متحمس شلون اتعذب بيها، بس اريد اختمها كلها كبويد، كل المراحل ادخلهن. اوكي المهم، اوكي شباب اذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا باللايك والاشتراك والتعليق، اذا عندكم اي لعبة تريدون العبها، اذا عندكم نظرية لهاي اللعبة شنو احداثها بالتعليقات خلوهن. اوكي علقوا لي، شوفكم باكر الساعة 7 بالليل، يلا باي.